أول فكرة جميلة تديك أمان، فكرة دي بتاعت يوسف. مين يوسف؟ يوسف صاحب الفكرة دي، يوسف ابن يعقوب. قال شعار في منتهى الجمال. يوسف ده كان أكتر واحد لازم يطلع شراني بعد اللي شاف، وكان لازم أكتر واحد يبقى عنده إنسيكيوريتي فظيعة. مامته ماتت بدري، رحيل ماتت بدري، إخواته كرهوه، إخواته عذبوه نفسيا، رموه في البير وبقوا يضحكوا وهو بيعيط. That's a shock. Psychological trauma في علم النفس اسمها كده. ممكن تقعد معاه بقية عمره يتعالج منها. إنما الحقيقة لقينا يوسف شخصيته مثالية، هادي جدا، بيحب الناس، كريم، very much secured. عارفين ليه؟ كان عنده قاعدة في دماغه بتقول إيه؟ هم يعملوا اللي يعملوه، ربنا بيعمل لي أحسن حاجة. فكرة ثابتة في دماغه. أنتم قصدتم بي شرا وإيه؟ الرب قصد به خيرا. يا يوسف شفت خير وانت في البير، شفت خير وانت في قصر فوتيفار متبهدل عبد، شفت خير وانت في السجن. ايوه، وشافه في الاخر لما بقى ملك مصر. لكن هو ما كانش بيركز في اخطاء الناس. طول ما احنا بنركز في اخطاء الناس ورد فعلهم مش هنبقى عندنا امان. طول ما انت عندك ثقة ان ربنا قصده خير هيبقى عندك امان. قصده خير بالمشاكل، قصده خير بالمتاعب اللي مع الناس، في خير من ورا ده كله. ازرع الفكرة دي، ثبتها. ما تبصش للي بيتعبك، بص للي سمح له يتعبك. اللي سمح له يتعبك راية خير مش راية شر. عيش بالمبدأ ده هتلاقي نفسك كله خير، كله حلو، لأنك سكيورد بالفكرة. أبويا ربنا ما كانتش في حاجة هتوصلني غير بإذنه، وما فيش حاجة هتجيلي غير خير لأنه صانع خيرات.